فتوى دينية تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، باح بها مفتي المملكة العربية السعودية على الملأ، مستدلاً بالأسانيد والحجج الشرعية، وداعياً لتوقف مثل هذه الأعمال على الفور لأنها بدعة لا يجوز العمل بها في ديار الإسلام، ليثير الأمر ضجة بالغة بحثاً عن إجابة وافية حول حقيقة ما قيل. بدعة لا تجوز أن يجتمع المصلون دبر كل صلاة جمعة فيجاهرون بالصلاة على النبي الأكرم في جماعات ودوائر، تلك العادة التي اتبعتها بعض مساجد مصر في وقت من الأوقات لم تنل إعجاب مفتي الديار السعودية الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز، والذي توافقت فيه فتواه مع العلامة ابن عثيمين، إذ اتفق الشيخان على أنه لا يجوز المجاهرة بالصلاة على النبي في جماعة، كما لم يثبت تحديدها بعدد معين سواء في الجمعة أو في غيرها، والعبرة هنا ليست في المكان ولا في الزمان ولا حتى في الطريقة، وإنما بكثرة الصلاة على النبي محمد. لكن ما هي الطريقة الصحيحة في رأي علماء الدين في أرض بلاد الحرمين؟ كلمات لم تمر مرور الكرام وفتحت الباب لنقاش حاد متبادل بين أطراف الواقعة، خاصة بعدما دخلت دار الإفتاء المصرية على خط الجدال وكشفت عن رأيها في من يدعو ذلك الأمر بالبدعة، مؤكدة أن الصلاة على النبي الأكرم لا تخضع لقيد أو شرط وتستند إلى قول الله تعالى: وكذلك قول الرسول الكريم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وأن تخصيص الصلاة على النبي بأن يقوم به الشخص في نفسه دون أن يجاهر بصوته ليس فرضاً، وإنما الأصل أن يذكر الشخص الله ورسوله في ملأ، لأن الله سيذكره في ملأ خير منهم. فالقرآن الكريم حث على مجالس الذكر في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ودعت الأصوات العاقلة إلى ضرورة الخروج من بوتقة التحجر الواسع والضيق على المسلمين في أمور جعل الله سبحانه وتعالى لهم فيه سعة، فمسألة أن تقتصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الشخص ليست شرطاً، وإنما أن يتجاوز الأمر إلى صلاة جماعية بأصوات بشوشة محببة للنفس دون خوف من أن تشغل تلك الصلاة الجهورية غيرهم بغير حاجة. فالمسألة بسيطة ولا تدعو إلى مزيد من التعقيد، وعلينا أن نهون على أنفسنا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. برأيكم ما هو الرأي الصواب في ذلك الاتجاه؟ هل حكم الصلاة على النبي في صمت وفي نفس الشخص؟ أم الصلاة عليه في جماعة وإن كانت دبر صلاة الجمعة؟